الخير على جميع متابعينا، ويا هلا فيكم في بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة من البرنامج الشبابي الأول ساعة شباب. بعد رحلة الدراسة الطويلة، كيف يواجه الشباب حياتهم العملية للمرة الأولى؟ إبراز المجتمعية، مبادرة تطوعية مجتمعية لإبراز المتميزين والناجحين. وعشاق البرجر يحتفون بوجبتهم المفضلة، والسؤال لماذا أصبحت شعبية هذه الوجبة مفضلة حول العالم؟ طيب مشاهدينا، من العناوين إلى جولتنا مع التقارير، واليوم تقاريرنا فنية بامتياز مع ويكند حافل بالحفلات الفنية واللي قدمتها طبعا شركة روتانا. نبدأها معاكم مع الحفلة الأولى واللي أحيتها الفنانة أصالة في الصالة الخضراء بجدة، وقدمت طبعا من خلالها للجمهور واللي حضر قرابة تقريبا 25 أغنية متنوعة. أصالة كانت متحمسة للحفل وتحدثت لكاميرا ساعة شباب في التقرير التالي. والله هي أول مرة يعني بعمل مجهود جبار. أنا عادة بعمل مجهود جبار بس عملته يعني بلس تو، لأنه يعني شلت هم، وأول مرة بطلع بعدة أفكار بحفلة واحدة. فاليوم حيكون عندي يعني عدة انطلاقات لأفكار رح أستمر فيها بحفلاتي كلها الجاية، لأنه حسيت أنها بتسعد الناس وبتغير لهم جو. منها أنه قررت بكل حفلة شو الأغنية اللي بكون عم دندنها هيك بالفترة الأخيرة غنية، سواء كانت يعني كلها الفنانين معاصرين موجودين، سواء كانوا مشاهير أو ناس مبتدئين، حتى المهم تكون أغنية بحبها. واليوم مختارة أغنية حتكون يعني مفاجأة. حابتدي يعني هالتقليد هذا اللي حاعمله ان شاء الله بكل حفلاتي، بحس بيسلي الناس لانه بيجوا بدهم، كل حدا بده يتوقع شو ممكن يكون مغنيه من الاغاني اللي موجوده وداربه بهذا التوقيت، بالاضافه يعني لبرنامجي كله من اوله لاخره. انا عم جاوب عن كل الاسئله اللي ممكن تسالوني اياها. جديدي عم بحضر البومي ان شاء الله حينزل باذن الله يا رب يا رب 1/7، البوم المصري يلي انا يعني عملت فيه مجهود جبار. عندي ديو أنا سجلته أوريدي، بس نشوف روتانا إمتى بيشوف الوقت المناسب لطرحه. أنا وأسماء المنور عاملة ديو مغربي بجنة. من حفلة أصالة إلى حفل ثلاثي جمع ما بين دي جي أصيل والفنان نبيل سيف والفنان أيضا بهاء سلطان. الحفلة أقيمت في الصالة الخضراء وحضرها جمهور كبير جدا بحكم التنوع الكبير بين الفنانين الثلاثة، وهذا طبعا انعكس على تفاعل الجمهور. إيش قالوا الفنانين لكاميرا ساعة شباب؟ نتابع.
أول حلم إلي إني أكون على ستيج وقدامي شيء من بالغ يعني ألف، حققت لي إياها جدة. فدائماً بس يقولوا لي جدة تعال على السريع أجي، ففرحت يتخبل. جمهور جدة ما يخليك تحتار لأنه كل شيء يسمع، شو الشغل يسمع، شو تحط له يسمع. فهذا الشيء اللي دائماً يشجعني إنه أقدم لهم شيء حلو يستاهلون. مش عارف اقول لك كل اللي عايز اقوله، بس ان انا لي الشرف ومبسوط جدا ان انا معاكم، وبشكر استاذ سعيد امام واستاذ سالم الهند على الفرصه الكبيره والغاليه دي، هم سبب وجودي هنا النهارده، ويا رب الناس الموجوده تتبسط وانتم كمان تتبسطوا. يعني ان شاء الله قريب مع روتانا في اغاني، عاملين اغاني ان شاء الله هتنزل خلال شهر كده، نبتدي ننزل حاجات جديده عشان كمان نكون قريبين من الناس، وانا كمان احس ان انا قريب منكم. طول أني وقت اللي أسمع عندي حفلة بالسعودية صراحة صار عندي فالدافع كبير أنه أقدم الأفضل والأحلى، لأنه الجمهور السعودي غير، عندهم الطاقة الإيجابية اللي عندهم صلة بيني وبينهم أسمها شيء كثير قوي، شيء من الطاقة التفجيرية. أنا أحب هذا الجمهور، سواء كل ما أجي هنا أحضر شو مختلف، أحضر بروجرام مختلف. فاليوم إن شاء الله راح تشوفون شيء على الستيج ما صاير جديد إن شاء الله، حصريا هذه لكم وتحديدا بجدة بالسعودية، إنه راح أول ما أخلص هذه الحفلة راح أبلش أطلق أول أغنية إلي من كلماتي وألحاني وإخراجي. بس انت الروح في روحي تشوفك واشتاق لك حتى انت بحضاني، ما اقدر بلحظة اعوفك. مكملين معاكم مشاهدينا، وبعد الفاصل عشاق البرجر يحتفون بوجبتهم المفضلة، والسؤال لماذا أصبحت شعبية هذه الوجبة مفضلة حول العالم؟ يعتبر البرجر اليوم من أكثر الأطعمة شهرة حول العالم، وتخيلوا معايا أنه بحسب الأرقام المتداولة يأكل البشر أكثر من 50 مليار برجر سنوياً. متخيلين الرقم؟ يعني اليوم نحن نشهد شعبية كبيرة جداً لهذا النوع من الساندوتشات، واللي نشأت لأول مرة في هامبورغ بألمانيا، وصارت طبعاً المطاعم تتنافس على التميز والتسويق ولكن على طريقتها الخاصة. أمس 28 مايو طبعاً كان اليوم العالمي للبرجر، وقلنا حنحتفل بالمعرفة في هذا العالم مع ضيفنا الأستاذ أحمد مساوى. أهلاً وسهلاً أستاذ أحمد، نورنا. أهلاً وسهلاً فيك وحياكم الله، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة يوم البرجر العالمي. والله يستاهل، يعني أنا لو بإيدي أسوي عيد ميلاد للبرجر كل يوم سويت له. العالم مليان وصفات وابتكارات في الأكل، ولكن يعني يجي في بالنا هذا السؤال، ليش البرجر تحديدا هو اللي أخذ هذا الانتشار الكبير والواسع والمحبة في قلوب الجميع؟ جميل، ليش أخذ الانتشار الواسع والجميل؟ أول حاجة وجبة البرجر طبعا كلنا نحبها، يعني نقدر نسأل نفسنا السؤال هذا ونعرف الجواب. كلنا نحب البرجر، ليش؟ لأنها لذيذة، هذه أول حاجة يعني وأهم حاجة. ثاني حاجة خفيفة، مكوناتها بسيطة،
ومتوفرة في كل مكان، يعني تقدر أنك أنت بمجرد قطعة خبز وقطعة لحم، وما في تقريبا ولا دولة حول العالم تخلو من الخبز أو تخلو من اللحم. طبعا تاريخ البرجر ترى يرجع لقصص كثير، وما في ولا واحدة منهم موثقة، يعني كل قصة تقول عن نفسها أنها هي القصة الحقيقية حسب الناس اللي رووها أو البلد اللي روتها، لكن ما في قصة كده نقدر نعتمد ونقول هذه فعلا قصة البرجر الحقيقية. يعني خلينا نقول، أنت بداية ذكرتي مثلا أنها هي من مدينة هامبورغ في ألمانيا، هو فعلا الاسم مأخوذ من مدينة هامبورغ في ألمانيا، ومن هنا جاءت تسمية هامبرجر. وجاءت كمان قصص ثانية، أنه مثلا في أحد الجزارين من هامبورغ من ألمانيا تعلم على طريقة، يعني كان بيسافر لبلدان معينة زي إستونيا وفنلندا وكذا، ومن هناك تعلم على حاجة اسمها تارتار. تارتار هذه عبارة عن لحم مفروم ني، بيتحط عليه ليمون، بيتحط عليه زي زيتون، واحيانا يحطوا عليه بصل وياكلوه. فهو تعلمها من البلدان هذه وجابها معاه على المانيا، ولما ركب سفينه من المانيا رايح على الولايات المتحده الامريكيه اخذ معاه الوجبه هذه. بس لما وصل امريكا ايش اللي سواه؟ انه هو صار يشويها، اعمل اقراص اللحم ويشويها. طبعا في قصص مختلفه كمان، من احلى القصص اللي انا تعجبني بس ما لا يعني ذلك انها هي حقيقيه. قصة مطعم اسمه لويس لانش في أمريكا، وقائم لحد الآن طبعا من عام 1900. المطعم هذا في عام 1900 القصة تقول أنه هو مكان المطعم قريب من محطة قطارات، فدخل عليه أحد المسافرين اللي القطار حقه حيجي مرة بسرعة، يعني قريب خلاص حيمشي القطار حقه، في نفس الوقت هو مرة جيعان، فطلب من صاحب المطعم اللي هو لويس نفسه اللي كان واقف وراء الكاونتر انه اعمل لي حاجه كده على السريع، ابغى شيء مره سريع كده وساندويتش واقدر اخذه معايا وامشي، يعني عشان مره جيعان وقطاري لا يروح. فكان قدامه كده قطع اللحم، كان بيقطع اللحم ومشغال شغل جزاره، فكان قدامه قطع لحم كده صغيره، اخذها كورها وظبطها وحطها في الشوايات. حتى الشوايات ديك الايام كانت مختلفه، ما كانت الشواية العريضه اللي نعرفها ونشوفها حاليا في المطاعم، لا كانت شواية كده افقيه أو عمودية خلينا نقول عفوا. فكان يتحط فيها الشرايح، فحط شريحة اللحم خرجها بعد ما شواها، شريحة لحم مفروم، حطها في خبز توست وقفل عليها وحط معها أظن كمان شوية بصل وقدمها للمسافر. المسافر أكلها وعجبته جدا ونصحه قال له لازم تعملها، فصار بعد كده يسويها. مطعم لويس قائم لحد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم البرجر على الطريقة الأصلية حسب ما هم يقولوا، اللي هي في شريحة خبز التوست وليست في شريحة البرجر بانز زي ما يسموها وخبز البرجر حاليا، وكمان يقدمها من غير كاتشب. يعني حتى عندهم عنصرية ضد الكاتشب في المطعم هذا، انه رسمين قوارير كاتشب وحاطين عليه علامة ممنوع، انه ممنوع الكاتشب عندنا، وما عندنا كاتشب، تبغى جيب الكاتشب حقك معك يعني من برا. جميل، يعني يمكن هذا باختصار يعني تاريخ البرجر في العالم. ولكن أستاذ أحمد، لو تكلمنا عن مجتمعنا هنا في السعودية، يمكن لاحظت في الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من مشاريع البرجر، فنبغى نعرف ليه فجأة ظهرت هذه المطاعم؟ والله شوفي، هو تقبل المجتمع للوجبة هذه. يعني لما بدأت مطاعم البرجر قبل عشرات السنين كانت فيه، بس كان كمية المطاعم قليلة جدا، لكن بتلاقي قبول وما شاء الله في زحمة يعني على المطاعم هذه. فلما دخلت الماركات والبراندات العالمية للسوق السعودي، ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا أنه في بوتنشل عالي، أنه في يعني إقبال شديد جدا على الوجبة هذه، يعني لرخص سعرها ولذتها. والله ما صارت رخيصة أستاذ أحمد، مو هنا يعني نجي لناحية زمان. أي زمان كنا ناخذ البرجر ب15 ولا ب10 ريال، صحيح. الحين لا، صار سعره يوصل 100 ريال. صحيح، شوفي في هذه الحتة معاك حق، بس هي لها أسبابها، يعني الناس اللي شغالين في الصنعة هذه واشتغلوا فيها يعرفوها. طبعا في أسباب منطقية وفي أسباب غير منطقية. يعني في ناس ممكن يبيعوا البرجر حاليا على فكرة اللي موجود في السوق، ترى ابتداء من 3 ريال ممكن تاخذي برجر، وزي ما تفضلتي ممكن إلى 100 ريال وأكثر من 100 ريال كمان. في على فكرة هذه ترجع لعوامل كثير. مثلا لما أجي أستخدم اللحم البقري المحلي، مثلا سعر الكيلو حقه بسعر معين، غير لما اجيب والله لحم من فئه البقر اللي هو الانجس، اللي هي فئه تعتبر يعني متكلفه اكثر ومستورد. يا سلام عليك، هيا كيف كمان في فئات اعلى منها اللي هي فئه واجيو وفئه لحم الكولبي. طبعا هذه فصائل من فصائل الابقار تربط بطرق معينه، اسعار اللحوم فيها مختلفه. يعني ما حقارن مثلا سعر كيلو اللحم اللي بشتريه ب 40 ريال مثلا من السوق مع كيلو لحم ممكن اشتريه ب 200 ريال واجي اقدم برجر بنفس السعر. غير كده الشغل اللي فيها، يعني في مثلا بعض المطاعم او بعض المحلات مثلا بياخذوا لحوم بتشكيله معينه او ما يفرق معاهم التشكيله، يعني تاخذ قطعه من لحم الكتف مع قطعه مع اللحم الصدر
مثلا مع قطعه من لحم شانك مثلا تتخلط مع بعض تعطيكي مميزات معينه وخصائص معينه للحمه البرجر. في نوع انا كنت اعمله يعني انا في واحده الوصفات اللي عملتها للبرجر اشتغلت فيها 10 شهور كامله بس عشان اوصل لوصفه اللحم فقط، لسه ما نتكلم على الساندويتش فقط وصفه اللحم. ففي قطع من اللحم تعطيك عصاره، في قطع تعطيك طعم، في قطع تعطيك تماسك وقوام معين. ففي الاخير لما تركب النسبه المعينه 30% من هنا مع 20% من هنا تعطيك التركيبه المثاليه. ما حقارن هذه البرجر اللي متعوب عليها ومشتغل عليها بالطريقه هذه مثلا مع برجر مثلا ما يفرق مثلج. ما يفرق مثلا اللي بيستخدمها انه يستخدم قطعه لحم من اي جزء في البقره او في الحيوان او طبعا مثلج تفرق، مبرد تفرق، او فريش افريك طبعا في عوامل مره كثير تفرق. طيب الاضافات يعني اللي صارت على هذا النوع من الاكل ما لها حدود ابدا، وما شاء الله تبارك الله انا اشوف المنافسه قويه جدا في المطاعم في الاضافات والنكهات والابتكارات اللي بتصير، كل احد صار بيحاول انه يبتكر نكهه جديده واضافه جديده لهذا الساندويتش او البرجر اللي كلنا ما نختلف على حبه. ولكن القاعده الاساسيه او الستاندرد لهذه الوجبه ايش بتقول؟ الستاندر لهذه الوجبه، مو هنا نرجع للقصص حقه التاريخ. لما ارجع انا عن نفسي لما اتكلم عن الستاندرز، الستاندر اللي منتشر حاليا اللي هو الستاندر اللي جاينا عن طريق امريكا، علما انه تقريبا كل القصص المتعلقه بالبرجر ولا واحد فيهم جنسيته امريكيه، يعني حتى المطعم لويس لانش هذا جنسيه لويس نفسه دنماركي يعني في وقتها يعني، والباقيين من المانيا ومن دول اوروبيه مختلفه. الستاندر العالمي اللي وصلنا يعني هم امريكا لعبوا دور في نشر الساندويتش او نشر ثقافه البرجر هذه حول العالم، وعندنا مثال لذلك مثلا البيتزا. البيتزا موجوده ومشهوره مثلا في ايطاليا والاكله الرسميه في ايطاليا، لكن من ساهم في انتشارها في حول العالم؟ امريكا وليست ايطاليا. فالستاندر اللي نشر حول العالم للبرجر اللي هي شريحه اللحم طبعا بيتحط عليها ثلاث انواع من الصوص او نوعين من الصوص اللي هي الكاتشب والماسترد، وبتحط عليهم طبعا نوع معين من الخضار اللي هي طماطم وبصل وخس. انا بالنسبه لي انا ما احب الاغراض دي كلها، انا احب طعم اللحم كذا صافي. ف وتشيز طبعا هذه الاضافه، وتشيز تشيزي برضه بس ما هو من الستاندر الاساسي. عارف اني حجزت مطعم برجر بعد الحلقه بسبب هذه الحلقه. انا اقول لك ترى على فكره والله قبل ما اجيكم اني ماكل برجر والله العظيم. سبحان الله بالعافيه. وانا حاجزه في مطعم برجر بعد الحلقه. جميل. لانه حقيقي يعني على الذكر الشيء نشتهيه فعلا، واحس اني لازم اكل، لازم اشبع رغباتي خصوصا في الاكل. طب بدون ما نذكر اسماء، استاذ احمد برايك اليوم هل نجح شبابنا محليا في هذه المشاريع؟ يعني اقصد هل اصبح عندنا براندات سعوديه ممكن انها تنافس العالم وصنعت فعلا اضافه او اختلاف في هذه الوجبه؟ من غير ما نذكر اسماء فعلا ما شاء الله تبارك الله، يعني الناس اللي عايشين عندنا هنا في البلد مثلا شافوا براندات مره كثير كيف انها هي نمت. يعني في براندات نمت من ناحيه عدد الفروع وانتشارها السريع جدا ما شاء الله تبارك الله، تحاكي البراندات العالميه، وحتى بداوا انهم يفتحوا فروع في مختلف مناطق المملكه، واتوقع قريبا حيفتحوا خارج المملكه العربيه السعوديه. في براندات تانية بتركز مثلا على الجودة، مثلا يكون السعر أعلى عندهم بس والانتشار أضعف أو أقل، لكن ما شاء الله تبارك الله انتشارهم جميل، ويعني بيوصلوا المناطق فعلا الناس إن هم بيستمتعوا بالبرجر هذه، ودائما تلاقي على محلاتهم زحمة. يعني احنا بننزل في السوق وبنشوف مطاعم البرجر ما شاء الله تبارك الله قديش عليها الزحمة، يعني أكلة شعبية ومحبوبة جدا ومن الصغير قبل يعني الكبير. صحيح اتفق معك، حتى انا اليوم حايزه في براند سعودي. جميل. مو براند عالمي. حلو. وعند البرجر يا جماعه مو طبيعي، بعدين في سناب بقول لكم اسم المطعم. المهم البرجر اليوم من اكثر الوجبات اللي صارت يعني واجهت انتقاد صحي يمكن من اخصائيين التغذيه من المدربين الرياضيين، فهل برايك ان تغيرت هذه الصوره للان ولا لا؟ والله شوفي من قبل ما ادخل اصلا في عالم الطعام وكذا، وانا من عشاق البرجر ودائما اروح اكل، وكنت اسال الناس اللي يقولوا لي يسموه جنك فود، انا ضد التسميه هذه جنك فود. بالعكس اشوفه مره هيلثي يا جماعه. انا اشوف انه البرجر يعني اسال الناس اللي يقولوا لي جنك فود بقول لهم ايش نبغى احنا في الاخير؟ نبغى من الوجبه مثلا بروتين، طب صح؟ هذه فيها لحم هذا البروتين، نبغى ستارش اللي هو النشويات سواء كان رز او مكرونه او خبز فيها خبز، ونبغى ناكل سلطه او خضار طب فيها خس وفيها طماطم وفيها بصل وفيها مخلل خيار وفي بالضبط. فين راح اللي هو عدم الصحيه في الموضوع؟ الكاتشب اوكي نسبه السكريات فيه عاليه، بس في براندات من الكاتشب ما يضيفوا سكر اساسا وما في مواد حافظه اساسا، فبالتالي ممكن ناكله بدون كاتشب وممكن ناكله من غير كاتشب اذا كان نوع الكاتشب ماني واثق فيه. يعني ايش نبقى على المايونيز اللي هو عباره عن زيت؟ ايش فيه يعني في الاخير
فين الجنك فود وفين الضرر في الموضوع؟ انا ماني انا لين يومك هذا فعلا انا ماني شايف في ضرر في الموضوع. اوكي الاكثار من الشيء يضر يعني مو معنات كده انه احنا نقول انه هو ما هو مضر فبالتالي انت كل منه كل يوم وماني عارف ايه. زي مثلا المويه، المويه هي اساس الحياه بالنسبه للبشر بالنسبه للمخلوقات، ولكن كثرتها ما ينفع نكثر منها طوال الوقت. كل شيء بالنهايه اذا زاد عن حده ينقلب ضده، وحلوه الوسطيه في الكثير من الامور في حياتنا. وصراحه نورتنا وشرفتنا اليوم استاذ احمد، وكان حوار جميل. اي حوار فيه اكل صدقني يجيب السعاده، وحوار جميل جدا، وتعلمنا الكثير من الامور منك اليوم، والتاريخ ايضا، تاريخ البرجر بالتحديد. شكرا لك، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل إبراز المجتمعية، مبادرة تطوعية مجتمعية لإبراز المتميزين والناجحين. مجموعة من الأطباء في المنطقة الشرقية قرروا تقديم مبادرة مجتمعية لإبراز النماذج المتميزة والناجحة من أبناء الوطن، طبعا في شتى المجالات وخصوصا في المجال الطبي. الفكرة جميلة ومهمة بالتعريف بالطاقات الشبابية، ويهمنا أيضا نعرف تفاصيلها في هذا اللقاء عبر سكايب مع ضيفنا الدكتور مازن العصيل. أهلا وسهلا دكتور مازن، ومنورنا في ساعة شباب. وصراحة بداية نهنيكم على هذه الخطوة الأكثر من رائعة والخطوة الإيجابية، ونحتاج نعرف عنها أكثر، وإيش أيضا اللي دفعكم للقيام بهذا الدور. بداية أمسي عليك أختي أستاذة لميا، وأمسي على السادة المشاهدين والمستمعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا انطلقت فكرة مبادرة إبراز المجتمعية في شهر سبتمبر من عام 2021، عندما قررنا أنا ومجموعة من زملائي أعضاء المؤسسين لهذه المبادرة، وهم طبعا الأستاذة عالية الغامدي والأستاذ علي الشهري والدكتور معن البحير والدكتور عبد الرحمن الرويشد، أخصهم يعني جزيل الشكر والتقدير اللي ما انطر يعني طرحت عليهم هذه الفكرة حتى يعني تلقوها بكل رحابة صدر، وقررنا جميعا أننا نبدأ أولى هذه الخطوات. طبعا مبادرة إبراز هي مبادرة مجتمعية تهدف إلى إبراز الناجحين والمؤثرين من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص. بداية طبعا كنا حابين أن تكون هذه المبادرة خاصة بالممارسين الصحيين، وهذا طبعا كعرفان بسيط مننا على الجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك أردنا أن يعني نسلط الضوء على الإنجازات التي حققها هؤلاء الممارسين الصحيين، ولكن ليس فقط في الجانب الصحي وإنما أيضا في الجانب الغير صحي. على سبيل المثال هناك الإنجازات الكبيرة التي حققت في المجال الرياضي، المجال الأدبي، المجال الثقافي، المجال الفني. هناك الكثير والكثير من الأطباء والطبيبات والممارسين الصحيين بشكل عام كانت لهم إنجازات وطنية كبيرة جدا حققوها في يعني أساهموا في رفعة الوطن ورفعة مجتمعهم في مجال خارج الطب، فأردنا أن نبرزها من خلال هذه المنصة. منصتنا بشكل بسيط لديها ثلاث ركائز أساسية. النقطة الأولى هي أن يكون عرض هذا الإنجاز وهذا النجاح عن طريق الفيديو القصير، فيديو لا يتجاوز الدقيقة، نعرف فيه المجتمع على إنجاز هذا الشخص الذي قام بهذا النجاح أو بهذا الإنجاز الذي حققه. جميل. النوع الثاني أو النقطة الثانية وهي الإنفوجرافيك. الإنفوجرافيك هو عبارة عن بوستر نذكر فيه اسم هذا الشخص المتميز، ونضع صورته ونضع الإنجاز الذي حققه، ونساعد في نشر يعني هذا الإنجاز على نطاق واسع جدا من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. الطريقة الثالثة وهي طريقة البودكاست الصوتي. البودكاست الصوتي طبعا هو أيضا وسيلة نستطيع من خلالها أن نعرف المجتمع على الإنجاز الذي حققه هذا الشخص، وعلى النجاح أيضا من خلال ما يطرح له من أسئلة ويجاوب عليها أيضا
للتعريف أكثر حول هذا جميل الإنجاز جداً. فمن خلال يعني هذه الثلاث نقاط جميل جدا، وفعلا يعطيكم ألف عافية على فكرة هذه المبادرة الأكثر من رائعة. ولكن دكتور مازن، على أي معيار يقاس التميز برأيك؟ يعني لو قلنا بداية في الجانب الطبي مجال تخصصك. أنا من وجهة نظري، وأعتقد الكثير يتفق في ذلك، أن المعيار الحقيقي للتميز هو القيمة الذي يضفيه هذا الإنجاز للمجتمع. حتى نقول أن هذا الشخص قام بعمل إنجاز معين، لابد أن نعلم ونعرف ما هو المردود الذي حقق هذا الشخص من خلال هذا الإنجاز لمجتمعه ولوطنه، هذا الوطن العظيم الذي قدم لنا الكثير والكثير، المجتمع، الأسرة، كل هؤلاء يستحقون مننا أن نقدم لهم أفضل ما لدينا. إذا رأينا أن هذا الإنجاز حقق قيمة كبيرة وذات نفع وخدمة وفائدة للمجتمع، فأرى أن هذا يعتبر إنجاز يستحق الجميع أن يفتخر فيه، سواء أكان في المجال الصحي أو غيره في المجالات الأخرى. أكيد دكتور، وبلا أدنى شك هناك الكثير من الشباب والبنات أيضا المتميزين في هذا البلد العظيم، ولكن إيش اللي ممكن أنكم تقدمونه كمجموعة تطوعية لهؤلاء المتميزين؟ نحن دائما يا سادة لميا نقول للمتميزين، أي إنسان متميز سواء أكان في المجال الصحي، في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، الأدبي، نقول لهم ترى منصتنا تحت أمركم أبدا. حنا من خلال هذه المنصة نستطيع أن ننسق عن طريق المشرفين الإعلاميين والمنسقين اللي معنا في هذه المنصة، أن نعمل عمل جميل ونعمل لك شيء مرتب يظهر حجم الإنجاز الذي حققته، وننشره على نطاق واسع بحيث نعرف المجتمع بشكل أكبر على هذا الإنجاز. لا سيما أستاذة لميا كما تعلمين أن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الكل يستخدمها. صحيح. الصغير قبل الكبير. صحيح. نحن نريد من خلال هذه المنصة أننا نقول لهؤلاء الشباب والصغار، ترى لابد أن تحذو حذو هؤلاء المتميزين، هؤلاء الناجحين الذين حققوا. صحيح. إنجازات، هم من يستحقون أن يكونون قدوات لنا وقدوات لأبنائنا ولأخواننا وأخواتنا، حتى نعزز جانب النجاح ونعزز جانب التنافس الشريف الذي من شأنه سيعود بالنفع والفائدة على الدين والمجتمع والوطن بإذن الله تعالى بأكمله. أكيد بلا أدنى شك، ونحن في ساعة شباب أيضا نضم صوتنا لصوت مبادرتكم دكتور مازن، مستعدين أنا وفريق الإعداد بالكامل لإظهار هؤلاء المتميزين معنا في البرنامج، ويسعدنا على فكرة وكلنا فخر وشرف أنهم يكونوا معنا في البرنامج عشان نظهرهم أيضا بشكل أكبر على منصات الإعلام المرئي وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن ودي أعرف كيف كان التفاعل مع هذه المبادرة سواء على المستوى المؤسساتي أو كجمهور. بداية، أول من طلقت هذه المبادرة، من أوائل من قام بمباركتها، هو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية. هذا الرجل الداعم الأول لكل المبادرات الشبابية التي من شأنها تعود بالنفع والفائدة على أبناء وبنات المنطقة الشرقية بشكل خاص. يعني أطلقنا هذه المبادرة، تشرفنا بلقاء بسموه الكريم، أعطانا الكثير من النصائح والتوجيهات، وطلب مننا أن يعني نكثف الجهود ونواصل الجد والاجتهاد من أجل أننا نحقق أعلى النجاحات في هذه المنصة. بالإضافة إلى ذلك، أيضا الكثير من المسؤولين والكثير من الجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، ما أن تحدثنا معهم عن هذه المنصة أو هذه المبادرة حتى نجد كامل الـ يعني الترحيب وكامل أيضا الاستعداد لأن يكونوا جزء من هذه المنصة، يكونوا جزء من هذه المبادرة، دعم سواء كان المادي أو الدعم اللوجستي. وهذا أمر يعني حقيقة يشعرنا بالفخر ويشعرنا بالاعتزاز، ولكن لا أزال أقول أن في داخلنا الشيء الكثير، ونطمح دائما بالكثير والكثير اللي من شأنه بإذن الله تعالى سيكون
يعود بالنفع والفائدة إن شاء الله لهؤلاء الناجحين، وهؤلاء الناجحين سيكونون إن شاء الله مؤثرين وناجحين يعني خير عون لأوطانهم بإذن الله. بإذن الله أكيد. وشكرا لك دكتور مازن ولكل أعضاء مبادرة مجتمعية على هذه الفكرة الأكثر من رائعة، ويعطيكم ألف عافية عليها، نورتنا وشرفتنا. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل وبعد رحلة الدراسة الطويلة كيف يواجه الشباب حياتهم العملية للمرة الأولى. أول ما تنتهي مرحلة الدراسة والتخصص في حياتنا، من الطبيعي جداً أنه نبدأ حياتنا العملية ونخرج من مسؤولية كنا نحن فيها أصحاب القرار إلى مسؤولية بنكون فيها جزء من منظومة القرار. مو بيدنا أبداً هذا التحول، مرات بيكون صعب في البدايات، مرات بيكون سهل نوعاً ما، لأنه يحتاج مهارات حنتكلم فيها اليوم مع ضيفتنا ريهام أمير اللي أصبحت موظفة قبل سنتين. ألف مبروك الوظيفة ريهام، ومنورتنا في ساعة شباب. أهلاً فيكي. هنبدأ على السريع ونتكلم شوية عن مرحلة الدراسة والتخصص، بعدين نشوف كيف كانت مرحلة بداية حياتك العملية. أوكي، أنا أولاً كنت دارسة برا كمبتعثة، درست في أمريكا، عملت الماجستير تبعي، أنا أخصائية نفسية. ما شاء الله تبارك الله. فأول ما رجعت السعودية يمكن كان فقرة التحول من مرحلة دراسة لمرحلة عملية كانت مختلفة تماماً. كاختلاف الدراسة اللي احنا درسناها، كثقافة، كبيئة، كبيولوجيا جديد انت حتتعاملي معاه، فتختلف أكيد. بس أنه أنا جلست فترة طويلة في أمريكا، يمكن هذا اللي فرق معايا أكثر. طب إيش اللي اختلف عليك لما بدأتي الواقع العملي لأول مرة؟ كيف كنتي متخيلته وكيف لقيتيه؟ لأنه يمكن هذا أكثر شيء ننصدم فيه. بالضبط، خصوصا لما تكوني أنت كمبتعثة. إحنا بنرجع فينا توقع، أو شيء سقوفات التوقع عندنا بتكون عالية. إنه إحنا حنلقى الوظيفة، ألف وظيفة بتتفرش قدامنا، وإحنا حنبدأ نختار دي ولا دي. بنلقى لا، إنه إحنا نجلس ندور على وظائف، تقدمي ما تنقبلي هنا، تعمل انترفيو ما يقبلوك، بعدين تبدأ تخشي خلاص أوكي تلقى وظيفة. فتلقى أصلا كل اللي درستي شيء عن التطبيق العملي شيء تاني تماما. أيوه، مختلف جدا. يعني إحنا كنا ندرس نظريات، أسماء علماء، تاريخ، إحصاء، تيجي أنت تطبقيها. بالذات أنا كأخصائي نفسي أنا أجلس مع كلاينت أعمل جلسة. فهنا تبدأ تحط في بالك إنه أوكي لا، في شيء مختلف تماماً عن اللي إحنا درسناه. ترى أتوقع هذا الشيء يعني بيصير مو بس حتى لو درستي برا، حتى لو درسنا هنا في كل مكان ندرس هنا في الجامعات، فعلاً يمكن نطلع نشوف الحياة العملية مختلفة تماماً عن الحياة الدراسية والأشياء اللي درسناها في حياتنا. فهذا الشيء، هذا الأمر مو مربوط بالابتعاث أو الدراسة خارج المملكة. لا أبداً، هي الدراسة بصفة عامة. يعني احنا بندرس مناهج معينه، كتاب بتقريه بتختبري وبتسكر الكتاب وتروحي للماده اللي بعدها. طب ما قلتي لي كيف لقيت الواقع؟ الواقع خليني اقول لك، مثلا اول ما اشتغلت في البدايه التعامل انه في مدير، تايم مانجمنت، وقت معين عندك تاسك معين بتاخديها تخلصيها في نفس الوقت. اي نعم في الجامعه كنا نعمل ده الشيء، بس كان عندنا ديدلاين طويل. في العمل ممكن يجيكي فجاه خلاص تحين لازم تسلمي الشيء اللي قدامك. تعامل مع فئات مختلفه، الروتين اليومي اللي عندي خلاص أشياء يومية بتتكرر، تعامل مع كلاينتس، مع زملاء عمل، مع مدراء، مع كله بيكون شوية صدمة في البداية. أي. إنه كيف أنا حعرف أتعامل مع هنا مكان جديد كأنك راح أقول ابتدائي. طبيعي، يعني الحياة العملية مختلفة عن اللي في الكتب بالنهاية، فبعرف متى أدركتي هذه النقطة وكيف تجاوزتيها. أوكي، أول مرة أدركت إنه إحنا يعني مثلاً كانت مختلفة تماماً بالنسبة لي في أول سيشن أنا أخذتها، وبالأصح أول يوم داومت فيه. أول يوم رحت للدوام أنا إنسانة واثقة من نفسي، أوكي حبدأ أشتغل تمام، أوكي ناس جديدة لازم أكون علاقات، كيف هتتكون العلاقات؟ ما ينفع تجلس لحالك وقت طويل، ما ينفع تمسك الجوال، ما ينفع أسلوب معين في الكلام، ما تكوني بطبيعتك 100%، فرق بين شخصيتك في البيت وشخصيتك في العمل. كل هذا تحسي انه انت في البدايه انه هنا تبدا تستوعبي انه لا، في شيء مختلف، في حياه عمليه، في شخصيه داخل العمل تكون مختلفه عن الحياه الشخصيه. سيبي كل شيء في البيت، حتى لو عندك مشاكل ارجعي عملك دوامي انت بشخصيه ثانيه. فيمكن اهم شيء انه احنا نسيب الاشياء اللي عندنا في البيت وندخل خلاص نلبس الهات احنا بنسميها، البسي هات الموظف،
اللي انت ايا كانت وظيفتك خشي بها عملك. بعد كم شهر او بعد كم سنه تاقلمتي على الوضع هذا؟ انا عن نفسي ايه؟ من اول شهر. من اول شهر. أيوة. حلو، يعني هذا شيء ايجابي والله، يعني شيء ايوه يعني هو من اول شهر عشان تتاقلمي مع الحياه العمليه. بالضبط، وبيئه أيوة. العمل كمان هي بتساعدك، في بيئه عمل بتساعدك، في بيئه عمل ما بتساعدك، بس لو كانت بيئه العمل ما بتساعدك هنا كيف حتيجي تتاقلمي معها؟ هنا بتدخل فيها شخصيه الانسان. صح، انه انت خلاص اوكي هذا العمل وهذه الوظيفه اللي انا فيها، سواء كانت تخصصك سواء مش تخصصك سواء ده الموجود، فانت لازم تتاقلمي معها. لن نقول مثلا مؤقتا لما تلقي شيء مناسب. وزي ما ذكرتي هو مو بس على حسب بيئه العمل، ايضا على حسب شخصيه هذا الانسان. طبعاً. وهنا اتذكر موضوع المهارات وبسالك يعني من واقع التجربه، ايش المهارات اللي نحتاجها لمواجهه الحياه العمليه وبيئه العمل والموظفين والزملاء، ومفروض انه نتعود عليها من بدري؟ اوكي، اول شيء التايم مانجمنت، اداره الوقت. اي انه الواحد لازم يتعود انه هو حيصحى كل يوم نفس الوقت ده ويروح الدوام، يخلص في وقت معين، متى تخلص التاسك اللي عليك. هذه تعتبر مهاره، او انك تكون مالتي تاسك. احنا في زمن بيحتاج انه انت تكون مالتي تاسك او متعدد المهارات، تعدد المهام. ايوه، تقدر تعمل كذا مهام في وقت واحد وتسلمه في نفس الوقت، او نقول في اوقات متقاربه. تنشئ كيف تقدر تفصل بين حياتك الشخصيه وحياتك المهنيه، هذه تعتبر مهاره مره صعبه، خصوصا انه احنا صار لنا ظروف ممكن اشياء نفسيه بتاثر علينا وبنداوم واحنا مبتسمين. بس والله في ناس بتقدر، في ناس بتقدر، بس البيشنت او الكلاينت اللي قدامك العميل ما بيقدر، ما بيعرف انت صاير معاكي في البيت. صح، فانت بتتعاملي مع عملاء ما هو بس في مكان مغلق. الشيء الثالث اللي خلينا نقول كيف توظف الاشياء اللي انت درستيها وتحوليها لطريقه عمليه. هذه يمكن تكون اصعب حاجه، انه احنا ما حنكتب قالوا فلان الفلاني كذا كذا، لا اكيد انت حتحوليها على طول لمهاره عمليه. فهذا يمكن اكثر مهارات الواحد بيحتاجها، ومتى يعمل بلوك للشيء، متى يبدا يتعامل. فهذه اكثر اشياء. فانت اليوم معانا ريهام كمثال، وفي نفس الوقت اخصائيه نفسيه، فلازم نستغل وجودك معانا. وزي ما ذكرت في البدايه انه يعتمد ايضا على حسب يعني تنوع وانماط الشخصيات. فقولي لي من اي ناحيه. اوكي، انت ما دام قلنا انماط شخصيات، حندخل اللي هي في الشخصيات اللي هي تبع مايرز. اللي خلينا نقول لو كان شخص مثلا شخصيته انطوائيه جدا، كيف حيقدر يواجه الحياه العمليه؟ كل شخصيه فينا احنا كبشر عندنا نوع من يعني فينا شخصيه معينه، لازم المفروض الشخص كنصيحه مني قبل ما يتوظف يعرف هو ايش شخصيته بالضبط، كيف حيعرف يتعامل لو انحط في الظروف هذه. احنا يمكن للاسف عندنا شويه عدم وعي بالنقطه دي، انه احنا ليش لازم نتثقف فيها، بس هذا شيء مره بيفرق معنا لما يجي بنحط في واقع العمل. اعطيني مثال عشان توضح الصوره. أوكي. اكثر خليني اقول لك، انا شخصيتي جدا انطوائيه. اي اوكي، ما عندي علاقات، ما عندي صداقات، اروح الجامعه ادخل الاختبار واخرج، خلصنا نبغى نشتغل. كيف حنشتغل؟ ما حيقدر يتعامل مع اي احد في المجتمع اللي هو فيه في المكتب. هو مش مكتب مقفل علي لحالي ورقه وقلم وسلمها، لا، في مدير انا بحتك فيه، في زملاء عمل، اي في لانش بريك، وقت البريك ايش حعمل فيه. هذه هي تعتبر لها مهاره معينه، او يمكن انا لاني اخصائي اقول لك يحتاج فيها شويه جلسات قبل او تهيئه قبل ما يدخل في الموضوع ده. هنا تفرق شخصيه الانسان، غير الشخص الانبساطي اللي بيحب يطلع على كل حاجه، فبتفرق معاه، ممكن تاثر عليه سلبي مش بس ايجابي. صحيح. فهذه مهارات لازم تكون موجوده واساسيه عند تدرس في الجامعه. أي. المفروض ممكن، ليش لا، مستقبلا باذن الله. طيب في جانب مهم جدا ايضا في جانب الحياه العمليه والوظيفه، وهي القدره على التعامل مع الضغوطات وزملاء العمل، وايضا الفصل بين وجهات النظر الشخصيه. فايش المفروض ان نعرف في هذا الجانب؟ اوكي، وجهات النظر الشخصيه هذه في البيت. اي في العمل ما في وجهات نظر شخصية. الله، لو كل أحد يفهم هذه النقطة، يعني شيء مهم وشيء أساسي، وجهات نظرك الشخصية خليها في البيت. بالضبط، لأنه ما بينفع، أنت بتروح عمل بتحتك مع ناس بيئات مختلفة، عوائل مختلفة، جنسيات مختلفة، وما ينفع الواحد يكون حشري في العمل. زي ما قلت لك شخصيتك الحقيقية عنده فضول زائد للطفل. خلي شخصيتك في بيتك. ألبس الهات تروح عملك. خلاص أتحول هنا لشخصية عملية. فهذه أول نقطة، هذه مرة مهمة. الشيء الثاني اللي أنتي ذكرتيه قبل شوية، أن أنتوا بتقولين ضغوطات العمل. ما في عمل الواحد يكون فيه مرتاح 100%. صحيح. مستحيل. صحيح. ولا ما حيكون شغل. فالضغوطات اللي بتيجي في العمل أحيانا بتيجي تتهزأ من المدير، أحيانا بيجي يقول لك أعمل ده، فجأة قرار مختلف، قرارات مختلفة فوق بعض. هذه مهارة يمكن ما نقدر نقول إنه هي سهلة، خصوصا إذا أول وظيفة لك،
لأن الواحد متوقع أنه هو حيروح وحيشتغل وحيرجع البيت مرتاح والموضوع سهل. الموضوع أبدا مو كده. فلازم يكون عنده قدرة أنه هو يتحمل. خلاص صارت مشكلة اتهزأت، أوكي انتهى الموضوع، حيرجع ينحل الموضوع. قرار ورا قرار، قرار ورا قرار، هي كده الحياة في العمل. حلو. طبعا على السريع خليني أختم معك بآخر سؤال ريهام، لو حتقدم نصيحة لكل شاب وفتاة حيبدأوا في حياتهم العملية، وإيش أهم نصيحة ممكن توجهيها لهم؟ لا نتشرط كثير في الراتب، أبدأ من الصفر. صح. لأنه حتطلع واحدة واحدة، أطلع السلم حبة حبة. تحمل ضغوط العمل قد ما تقدر، وسيب شخصيتك في البيت وداوم بشخصية العمل. هذه ثلاثة أهم نقاط لازم كل شاب وفتاة حيبدأوا حياتهم العملية يركزوا فيها. حبيت الشرط الأول، أبدأ من الصفر وراح توصل إن شاء الله بإذن الله. واتعب وأنت صغير عشان ترتاح وأنت كبير. هذه نصايح ماما وبابا اللي دائما يقولون لنا هي. يعطيك ألف عافية ريهام، نورتينا وشرفتينا اليوم، وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك يا رب. شكرا مشاهدينا، بكذا انتهت حلقتنا اليوم من ساعة شباب. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة. مرحبين بكل أراءكم واستفساراتكم، وأنا إن شاء الله أشوفكم بكرة قبل هذا الموعد بساعة.